السلام عليكم المشاهدين ديالنا، خوتنا وحبابنا، الناس الجاليه، الناس اللي متبعينا، كي داير لاباس عليكم؟ بخير. اليوم عندنا حلقه جديده مع زهير ود الخميسات، اللي غنمشيو غنوريكم الطريقه ديال البغرير كيفاش غنصاوبوه في القرعه وغنديروا كاسكروت في الطبيعه. بقاو معنا. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنوا من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا فيديو جديد على قناه زهير ود الخميسات، اللي غادي نوريكم فيه البغرير ديال القرعه. خليكم معنا باش تشوفوا الطريقه كيفاش، وان شاء الله ديروها في ديوركم ولا ديروها في اي بلاصه. اش كدير زهير؟ ها انتم المشاهدين ديالنا، حنا راه وجدنا العافيه وغنوريكم الطريقه كيفاش كنوجدوا البغرير في القرعه. راح جبنا معنا شويه الفخر، العافيه راه شعلات، بقاو معنا باش تشوفوا الطريقه. كي كتشوفوا دابا المشاهدين ديالنا، حنا راه درنا هنايا السميده، ثلاثه كيسان ديال السميده وكاس ديال الفورص وشويه ديال الخميره ديال الدار وشويه ديال الملحه وشويه ديال السنيده وواحد الخماره حمراء، وخلطنا دابا كلشي في القرعه وطبيعة الحال الماء دافي، 4 ديال الكيسان ديال الماء دافي. دابا غنخلطوهم باش ان شاء الله نصيبو البغرير ديالنا. المشاهدين ديالنا دابا راه المقله ديالنا سخنات. البغرير ديالنا وجدات، دابا غادي نديرو الثانيه ان شاء الله. كيبغي شويه العافية مجهدة، هادي طلعت واعرة. نتمناو المشاهدين ديالنا يعجبكم البغرير ديالنا، صراحة الطريقة صعيبة شوية حيت مكايناش العافية وحنا كنديرو غير فاخر داكشي باش جات الأولى شوية، ولكن الثانية مزيانة. هانتي شوفوا معايا تبارك الله كي جات مثقبه زوينه كتشهي صراحه. هادي ديالي يا زهير؟ لا هادي ديالي، لا هادي ديال المشاهدين ديالنا اللي متبعينا ديالهم. مرحبا بكم المشاهدين ديالنا، مرحبا بكم والف مرحبا، وكنتمنى هادشي يعجبكم، وصراحه
كنتمنوا تكونوا معنا وتشاركوا معنا الاجواء هذه صراحه، حيت نتوما راكم في القلب وراكم عزاز واي حاجه كنبغيو نشاركوها معكم وكنتمنوا هذا الفيديو يعجبكم ويكون في مستوى. هذه صراحه طلعت واعره، هذه ديال المشاهدين ديالنا، هذيك خليها طلعت واعره صراحه، طلعت فيها ناقصه. دابا ان شاء الله غنزيدو الثالثه بسم الله. واحد الراحه يعني كبيره والله. دابا غنديروا اتاي ديالنا، غندير السكر ونسد عليه ودابا غنديرو الشهيبة ديالنا، الشهيبة الحبيبة الشهيبة الحبيبة. البراد هذا كيشهي في الحقيقة. المشاهدين ديالنا التاي ديال الطبيعة زوين كيطلع زوين والله العظيم، وطيب على الفخر، على الفخر كيجي الماكلة من داكشي تا يغلي مسكين. دابا حنا وجدنا البرير ديالنا، وجدنا اتاي، وغنديرو كاسكروط. هذا العسل، هذا العسل، بسم الله. الحقيقة داك الشيء زوين والله الا زوين، ومرحبا بكم، وكنتمنوا الفيديو يعجبكم. حنا راه جينا للطبيعه هنا، كتشوفوا معنا الزروعات وداك الشيء، واخا خاصنا الشتاء الله يعطينا شي شتيوه على قد الحال، والله يزعنا عندنا الوباء كورونا، تجيو نشوفوكم وتشوفونا. اخوتي تهلاو في راسكم، فين ما كانت شي حاجه زوينه وجديده غنشاركوها معكم ديما، والخميسات كيجيب لكم الجديد. وتهلاو في راسكم، بالسلامه عليكم.